السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا أخوكم عبد الله الألمعي أبو زاهر، مدير جروبات نباتي الزراعية، وأعلم أن الجميع يعرفني يعني في الجروبات وفي قناتي نباتي اللي على اليوتيوب وعلى الانستغرام في سناب شات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كثر الكلام عن ملفات الثقافة الزراعية وأنها للموقع الفلاني وأنها تبع الشخص الفلاني، وأنه يعني كثير من الكلام هذا. فكان هذا الفيديو من أجل الإيضاح فقط. هذه ملفات الثقافة الزراعية. أولا، هذا علم تعلمناه واللهم لك الحمد، استفدنا من الزملاء ومن الأخوة ومن الأساتذة السابقين لنا، وأشكرهم جميعا. بعد ما تعلمنا هذا العلم، تم عمل مجموعة من الملفات وسميناها ملفات الثقافة الزراعية، وهي اجتهادي الشخصي. ولكن بكل أسف أنه البعض يعني ما راح نقول سطع عليها، وأنا عن نفسي أنا مسامح الجميع، وهذه الملفات جميعا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يعني أن هذه الملفات لوجه الله أن يتم إلغاء المعلومات التي عليها حقيقة. يعني في أخطاء أنا راح أوضحها لكم الآن. يعني أولا، بداية الملفات الآن تقريبا 19 ملف، هذه هي 19 ملف، وصلنا إلى 20. تشوفون بعض الملفات موجودة أسفل، أنا ما أكملت، توقفت وبدأت في موضوع آخر. نبدأ في الملف الأول مثلا. هذا الملف رقم 1 وعليه الشعار تبع جروبات نبات الزراعية، ومكتوب هنا ملفات الثقافة الزراعية. فيه إيضاح لعناصر النبات، وأيضا معلوماتي في الأسفل، والجوال للتواصل. الحقيقة أنه يعني بعض الأخوة الله يهدينا وإياهم يعني أخذ الجدول هذا فقط المربع، ألغى الشعار اللي فوق وألغى الرقم وألغى بعض المعلومات، أيضا في الأسفل ألغى المعلومات كاملة. وهذا وارد من كثير من الأشخاص، وأنا رأيتهم في عدة مواقع، وحقيقة أنا يعني مالي بالجدل صراحة يعني، ولكن جميعهم يعلمون أن هذا ليس لهم، وإنما هذا هو عملي الشخصي. المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة في أمر آخر. مثلا عندنا ملف رقم 4 من ملفات الثقافة الزراعية، الكلام اللي هنا مهم جدا. طيب، ولا يستقيم هذا الأمر غالبا إلا بهذه التعليمات، كذلك بالتعليمات في الأسفل أنا واضع ملاحظات. للأسف زي ما قلنا أنه يتم قص الجدول لوحده ثم يضاف أو يركب عليه أسماء آخر أو أسماء أخرى عفوا. يعني مثلا القائمة اللي فوق هذه كلها تلغى ويكتب أبو فلان أو الموقع الفلاني أو يعني مما يحدث، وأنتم تعرفون النت وما يحدث في النت. أيضا عندنا مثلا ملف رقم 12، هذه خلطة يارا ولكن عدل عليها المهندس حسام الهويمل. المهندس حسام وضع توصية بالأسفل هنا بشان المحلول أو الخلطة، كونك تأخذ الجداول ولا تأخذ التوصية معه هذه مشكلة. أيضا الجدول رقم 13 اللي هو تيسر العناصر لغذاء النبات حسب رقم البي اتش، الكلام اللي هنا مهم جدا. أيضا أسفل الجدول مكتوب هذا الجدول ليس دقيق وهو للإيضاح فقط. واضح؟ يجب عندما تنقل معلومة على الأقل أن تأخذ التعليمات أو الملاحظات المرفقة مع الجدول، ولا يكفي أن تأخذ الجدول فقط. كذلك صراحة أنا مستاء أنه أنت تلغي معلوماتي وتلغي الشعار اللي احنا وضعناه، لكن يعني أنا لا أزعم أنه أنا عملت هذا الجدول كاختراع من عندي، لا، أنا بنيت على جداول سابقة، ولكن هذا إعدادي، أنا من أعد هذا الجدول بيدي، أستطيع أن أتحكم فيها الآن، ألغي هذه المعلومات كاملة أو أن أبقيها
ولا يستطيع شخص آخر أن يكون عنده نفس هذا الجدول بهذه الألوان وبهذا الوضع، ما يستطيع أحد. زي ما ذكرت لكم أيضا بإمكاني يلغي الشعارات من هنا، بإمكاني يلغي أي معلومة هنا. أنا أرسلت الجداول للناس ليست بصيغة الوورد تمام، وإنما أرسلتها بصيغة البي دي اف، هذه الصيغ اللي كانت تطلع عليها الجداول. الأخوة الله يهديهم قصوها وبدأ كل شخص ينسب هذه الملفات لنفسه أو لموقع خاص. عموما عفى الله عنا وعنهم جميعا، وهي لوجه الله. ولكن يا أخوان يبقى أن يعني مسلمين يجب أن يكون عندنا أمانة ومصداقية في النقل، ولا نعتدي على حقوق الآخرين. هذا فقط للإيضاح، لأن الكلام أصبح كثير حول هذه الملفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم عبد الله الألمعي أبو زاهر.